لعب بعض الناشئين، محمد اشرف رقم 32، احمد اشرف رقم 38، احمد السيد 37، محمد نصير 39 وده اللي احرز هدف، فهد جمعه 35 وهو ده اللي صنع الهدف ويمكن كان متحرك جدا الشوط الثاني، وعبد الرحمن مانو 34. مين لفت نظرك من اللعيبه الناشئين اللي طالعين النهارده؟ والله هقول لك على حاجه، تطعيم الفريق الاول بالناشئين ده شيء مطلوب دايما، وكنا من ايام الكابتن عادل وكابتن فتحي نصير وكلنا كنا عشان نطلع نطلع فوق كنا لازم نتطعم مع الفرق الكبيره ونبان، ما كناش بنبقى بهذا الكم او بهذه الكتره كويس. فانا ما اقدرش احكم على اللعيبه دي غير انها واخده فرصه في وسط ملعبها في وسط الجهاز الفني بتاعنا كويس. بيحاولوا اللعيبه كلها، بس احنا ما بنلعب ناشئين مع بعض غير لما بنلعب مع لعيب اكبر مننا. طبعا اللعيب الاكبر مني ببقى انا تحت سيطره اللاعب الكبير اللي معاه الكوره، هو اللي بيحركني، هو اللي مش مطلوب مني انا اكتر من اللي هم عملوه ده، انهم يجروا كتير قوي في الملعب، يبقوا متواجدين ناحيه الكوره، مش مهم التنفيذ او انهاء الهجمه او الشكل ده، ده كان هيجي بعدين. يعني ما اقدرش اقيم واحد من اللعيبه دي دلوقتي اقول لك انا شامم هنا. ممكن الراجل اللي هو كان بيلعب اللي جاب الجون محمد نصير ده بيلعب وعايز يشوط وعايز يلم وعايز عنده البيدجري بتاع الكوره، عنده الفكر، عنده انما دايما انا لما ببقى حتى في ظروف ماتش زي ده ابقى متاخر بهدفين وانا مش متعود مع النادي الاهلي ان انا المفروض ابقى كسبان 3 4 5 واللعيبه دي بتلعب يعني. انما شكل التطعيم وشكل انا بدور على لعيب زي وليد سليمان النهارده وزي كهربا ورامي وحمدي فتحي والناس دي، ده هو الشغل الشاغل بتاعي. صحيح. انك انت غصب عنك بقيت الفرق بقيت اللعيبه كلها بره، مظبوط، مش قادر يعني تطعم بيهم او قادر تتفرج عليهم حتى. فبالنسبه للناشئين اللي هم لعبوا النهارده مشكورين، اتعلموا هم اكتر النهارده. الوجود في الحته دي مش سهل. ايوه اللعب حتى لو بتلعب فرقه درجه ثالثه زي مصر التامين، فرقه واقفه على حيلها وعندها الرغبه ازاي ان هي عايزه تلعب ضد الاهلي، كل واحد بيطلع احسن امكانيات عنده، بيروح على الجول بيشوط وما فيش لعيبه كوره. ايوه بيثبتوا انهم هم لا يقلوا عن هؤلاء اللاعبين. لازم في الفكر النهارده ببقى عندي حريه الكوره لما تجي لي فرصه. كابتن عادل قال لك وكابتن قال لك انا كناشئ النهارده عندي فرصه كبيره قوي، خاصه ان المشكورين المباراه متذاعه، يعني كمان اللعيبه دي هتروح تتفرج على نفسها تاني وهتشوف ايه اللي عملوه، هيكتسبوا حتى من الفرجه اللي هو كان ممكن يكون في احسن وضع او في احسن حال من اللي احنا كنا فيه. انا لا احملهم اي مسؤوليه اي حاجه العيال، مش على النتيجه مثلا او على التصرفات او طريقه اللعب اللي لعبوه، انا بحمل نفسي انا كلاعب عايز ارجع للملعب المصاب ان انا اقول امتى اقدر ارجع الملعب. يعني انا مش انا في التمرينات ببقى عارف كويس انا اقدر ارجع العب ولا لا. انا واحد من الناس اتكسرت رجلي اول ماتش رجعته بعد ما رجعت كان بايرن ميونخ في الاستاد 80,000 وكلام من ده، وبتجرب لاشوف سلامه رجلي وكلام من ده، فببندج رجلي كويس قوي، عملت سبرنتات بطول الملعب ونهايه الملعب وصغيره، وعملت تقسيمات زي ما كنا بنعملها زمان، وعملت التحامات وفشيء، اتاكدت انك سليم واتاكدت ان انا اقدر العب، مش مهم بايرن او اي فرقه تانية، ان انا هنزل الملعب ادي. فكمان في مسؤوليه كبيره قوي على اللعيبه اللي هي بره الصوره زي حمدي وزي وليد وزي متولي وزي كهربا. صحيح. وبالنسبه لمروان انا يمكن مروان حاسس باجهاد او حاسس باي حاجه انا ما اعرفش، يعني حتى مروان لازم يستغل الصوره دي او الشكل ده او الالتحامات او التحركات اللي احنا اتكلمنا عنه قبل الماتش. صحيح. احنا بنتمنى كل اللعيبه تبقى في احسن حال وفي احسن وقت، بس اهم حاجه السلامه، لان انا محتاج من هنا لغايه يوم 19 سلامه اللعيبه كلها، ما يرجعليش علي معلول ويقع مني حد تاني ما يرجعليش حمدي فتحي ويقع مني كهربا ووليد سليمان. صحيح. لا ده انا بدعم مروان، انا عايزه مروان في الماتشات اللي هي بتبقى خارج مصر وكلام ده، لعيب فايتر، هو لعيب كلاسيكي، اللعب الكوره اللي عنده بيديها في مصر وبيديها بره مصر. صحيح. عنده الجري في على الاطراف، الجري كل اللي مطلوبه ان يبقى اي حد يقعد معنا اللعيبه زي كهربا محتاج نفسيا حتى حد يقعد يقول له يا كهربا انت مطلوب منك كذا كذا كذا. صح. ما يبقاش الولد عايز زي ما انت شايف النهارده كده كل حته في الملعب. أيوه عايز يثبت اي حاجه. أيوه. عايز يبين شكل، عايز يتنرفز على اللايمان عشان رايح هيجيب. أيوه. جون. احنا بنحس باللعيبه دي. صح. انا حاسس
باللعيبه دي كلها. فهي التجربه احنا بنطلعين منها احنا النهارده كلها ان احنا بندخل لعيبه انفورم تاني في التفكير، في التطعيم، في الفرص اللي بتجيلي ان انا انفذها في اي حاجه. فانا بقول عايز اطمن على متولي ان شاء الله، وعايز اطمن برضو على وليد. وليد شوف هل ده بطحه ولا شد خفيف ولا ايه، وان شاء الله اللعيبه كلها تبقى باذن الله في الفتره الجايه الاسبوعين الجايين. التجربه اللي حصلت دي شايفين لما اتضغط علينا او حصل اي حاجه الدنيا بتبقى شكلها عامل ازاي. كابتن سامي يمكن